السلام عليكم. الدرس الثاني من دورة الباشا. في هذا الدرس إن شاء الله حنعرف كيف نتعامل مع المتغيرات بلغة البايثون، وكيف نكتب التعابير البرمجية، يعني كيف نكتب التعليمات بشكل عام. أول شيء، المتغيرات بلغة البايثون اللي بيميزها اللي بيميز المتغيرات تعريف المتغيرات لغة البايثون إنه بتختلف شوي عن الباقي اللغات. مثلا عن المتغيرات بالبايثون، ما بنحتاج لنصرح عن نوع المتغير قبل ما نستخدمه مثل ما بنعرف بباقي لغات البرمجة. كيف يعني؟ يعني إذا بدي أعرف أنا متغير من نوع انتجر، ما بحط انتجر a يساوي 5، لا، بحط a يساوي 5 فورا. إذا بدي أعرف متغير من نوع float، فما بحط float a يساوي 2.1، لا، بحط فورا a يساوي 2.1. ونفس الشيء بالنسبة للمتغيرات الحرفية للكاركتر، ونفس الشيء للسترينجز. طيب كيف البايثون حيعرف شو نوع المتغير اللي حيتعامل معه؟ البايثون بيعرف نوع المتغير اللي حيتعامل معه عن طريق نوع القيمة المسندة له. يعني شفنا شلون تعريف الانتجر هو نفسه تعريف الدبل، هو نفسه تعريف التشار، هو نفسه تعريف السترينجز، بس بيختلف هو القيمة اللي عم نسند له اياها. خلينا نشوف هالكلام بالبرنامج البايثون. فتحنا الانتراكتيف مود. مثال، خلينا نعرف متغير a من نوع انتجر مثل ما حكينا، فبنحط a يساوي 1. اذا بدنا نطبق a طلع لي قيمة 1. هون عرف البايثون، تعرف على انه ال a هو انتجر، فيني اجمع له مثل ما حكينا قبل، فيني اجمع له انتجر طلع 2. هلا كيف بدي اعرف نوع المتغير؟ كيف بدي اعرف نوع المتغير اللي عم اتعامل معه؟ اذا انا لما عم اعرفه ما عم اعطيه نوع، فالبايثون لحاله عم يعطيه نوع من خلال القيمه المسنده. فكيف انا بدي اعرف نوع متغير؟ في عنا تعليمه اسمها تايب، بين قوسين بنكتب المتغير اللي بدنا اياه ولنفترض ايه، فطالع لي تايب A هو انتجر. هناخد مثال تاني، بي يساوي 2.1، تايب بي طلع فلوت. هناخد مثال كمان، خلينا ناخد كاركتر تايب اس، طلع معنا سترينج. طبعا الفكرة صغيرة انه البايثون ما الحرف الواحد ما بيعتبره كاركتر نوع جديد، لا، بيعتبره سترينج من نوع حرف واحد، يعني انه سترينج طوله حرف واحد فقط. كمان فينا نجرب اس مثلا تساوي بايثون تايب اس طلعت str. طبعا هلا خلينا نشوف شغله تانية، انه اذا خلينا ال a، هلا اول شيء عرفناها طلعت انتجر، خلينا نسند لها قيمه تانية يلي هي السلسلة الاحرافيه as مثلا. نرجع نعمل تايب a، فتغير نوع ال a لحاله. هاي معلومة كتير مهمة بالبايثون مشان نقدر نتعامل مع المتغيرات. وشغلة حلوة انه نحنا ما بنحدد نحنا مسبقا شو حيكون نوع المتغير، يعني نوع المتغير حيتحدد حسب القيمة اللي حنسند له اياها. هذا الشيء بيميز البايثون عن باقي اللغات. هلا الكلمات المحجوزة بالبايثون، طبعا نحنا بنعرف انه بكل لغة في كلمات محجوزة ما بنقدر نسمي المتغيرات فيها، يلي هن عنا and del from not while وهكذا. هدول موجودين طبعا، حكتبهم بالمدونة، فينا نرجع لهم امتى ما بدنا. طبعا الشيء اللي نستفيد منه انه مشان ما نسمي متغيرات بهدول الاسماء فقط. العمليات الحسابية بالبايثون، طبعا البايثون بتوفر عمليات حسابية مثل اي لغة برمجية تانية، الجمع والطرح، الضرب، القسمة، القوة شكلها نجمتين، الباقي القسم الصحيح اللي هو المود. عملية القسمة بالبايثون،
هلا البايثون تستخدم خاصية اسمها خاصية القسمة الأرضية floor division. شو يعني هاي الخاصية؟ هاي الخاصية بتقول إنه إذا كان في عندي عددين صحيحين عم أقسمهم على بعض، النتيجة حتكون إجباري عدد صحيح كمان، وحيكون التقريب بالنقصان. شلون يعني بالنقصان؟ يعني حيكون عندي الجواب حيتقرب لأقرب عدد صحيح أصغر من الجواب الصحيح، الجواب الحقيقي اللي حيكون عندنا. كيف مثال عن هالحكي؟ مثلا عندي 3 تقسيم 4، حنشوف شو حتكون النتيجة على البايثون. 3 تقسيم 4 حتكون النتيجة 0. شو السبب؟ إن الثلاثة عندنا عدد صحيح، الأربعة عدد صحيح، فتقسيمهم على بعض حيكون عدد صحيح. طبعا هذا شكل العدد الصحيح، لأنه 3 مو مسبوق، مو محطوط معه فاصلة عشرية، ولا الأربعة محطوط فاصلة عشرية، فبالتالي البايثون فهم إنه هدول الرقمين هنا عددين صحيحين، فالنتيجة هي المفروض تكون 0.75، بس قربها لأقرب عدد صحيح أصغر من الجواب الحقيقي، فبالتالي طلعت معي النتيجة 0. هلا كيف بدي أتغلب على كيف بدي أتجنب هيك نتائج أنا؟ فلازم أكتب، في عندي عدة طرق. أول طريقة إني أكتب أحد العددين هدول بشكل عشري، يعني 3.0 تقسيم 4، النتيجة حتكون عندي 0.75. هيك شو فهم البايثون؟ إنه عدد فلوت تقسيم عدد انتجر، فالنتيجة حتكون فلوت عندي. أو فيني أعكس الموضوع، فتلاتة تقسيم 4.0 كمان نفس القصة. في عندي طريقة تانية بهي استخدام تعليمة فلوت، كلمة فلوت. نكتب فلوت بين قوسين العدد اللي بدنا اياه تقسيم العدد الثاني، فطلع معي الجواب بفاصلة عشرية. طبعا فيني اعكسها اني احط 3 تقسيم فلوت 4، طلعت معي النتيجة. هلا هدول لازم ننتبه عليها، هي هدول طرق ننتبه عليها تمام بعدين. ليش؟ لانه نحن احيانا بنستخدم عمليات قسمه، فبيكون متغير صحيح تقسيم متغير صحيح، بس النتيجه بدي اياها انا مع فاصله عشريه، فبتتفاجئ البعض انه ليش هيك عم يطلع الجواب، يعني الجواب غير اللي مخططين له بيكون. فاغلبيه هيك اغلبيه عمليات القسمه لازم ننتبه عليها ونعرف حالنا نحن شو بدنا تكون النتيجه. فمشان هيك لازم نستخدم هدول التعليمات، يا اما بنقلب احد المتغيرات لفلوت، يا اما بنستخدم تعليمه فلوت مثل ما حكينا. تمام. هلا في عنا شغلة تانية، انه عملية القسمة الصحيحة. شو يعني عملية القسمة الصحيحة؟ يعني انا بدي الجواب يكون برقم صحيح حتى ولو كان عم اسم فلوت، عددين فلوت على بعض. كيف؟ هلا رمز القسمة الصحيحة هو دبل سلاش. كيف نجرب هاي؟ مثلا عندي انا 3، او خلينا 4 تقسيم 3 مع عملية القسمة الصحيحة، هيطلع معي الجواب 1، مع انه الجواب لازم يكون 1.25، فالجواب طلع معي 1. هلا في خلينا نساوي شغله تانية. هلا طبعا هو حتى هي نحن ما شفنا الفرق بهي العمليه، لانه بالاصل اذا حطينا 4 تقسيم 3 حتطلع معي النتيجه 1، بس خليني اجرب انا 4.0 عملية القسمة الصحيحة على 3، فحيطلع معي الجواب 1.0. نحن قلنا عملية قسمة فلوت على انتجر حتطلع فلوت إجباري، بس طالما مستخدم أنا رمز العملية عملية القسمة الصحيحة، فحيطلع معي عدد صحيح حتما، حيطلع معي عدد صحيح، بس هو حول لي لفلوت، لأنه النتيجة لازم تطلع بفلوت. هاي الشغلة لازم ننتبه عليها، بتفيدنا كتير ببعض البرامج والأفكار. تمام. هلا عندنا اولويات العمليات في البايثون. طبعا الاولويات هي نفسها ما بتختلف باي لغه. اول شيء فك الاقواس، ثاني شيء عندنا القوى، ثالث شيء الضرب والقسمه، رابع شيء الجمع والطرح. طبعا في حال تساوي المرتبه حتكون الاولويه من اليسار لليمين. خلينا ناخذ مثال بسيط كتير عن هالموضوع هذا. مثلا 2 زائد 3 قوه 4 ضرب قوس 2 ضرب 3 تسكير قوس ناقص 5 زائد 10 تقسيم 2، النتيجة حتكون التالي. طبعا خلينا نتبع سير البرنامج كيف اشتغل. اول شيء حيفك الاقواس 2 ضرب 3، ثاني شيء حيروح على القوى مثل ما حكينا، ف 3 قوة 4 حيطلع معنا جواب. ثالث شيء حينفذ لي عملية الضرب هاي،
ليش؟ لانه هلا خلص اول شيء من الاقواس، راح للقوى، خلصوا القوى، هلا بده يروح على الجمع على الضرب والقسمه. فعندي ضرب وعندي قسمه، فحيمشي من اليسار لليمين، فهي حتكون اول عمل، هي بعدها، هي اول عمليه، هي حتكون اللي بعدها. هلا هون خلصوا معي كل شيء، عمليات الجمع وطرح، عفوا ضرب وقسمه، صفى عندي عمليات الجمع والطرح. كمان حيرجع من اليسار لليمين، فعندي حينفذ هي، بعدين حينفذ هاي، وآخر شيء حيتم تنفيذ هاي. طبعا أولويات العمليات لازم ننتبه عليها، لأنه كتير أحيانا نكتب الكود فبيكون في عندي أنا عملية مالي منتبه الأولوية فيها، فكمان حتطلع معي النتائج غير اللي كنت متوقعها أنا، فلازم ننتبه كتير منيح على القصة. تعليمات الطباعة والإدخال بلغة البايثون. هلا نحن حنستخدم كتير هدول التعليمات، لانه هدول التعليمات بنستخدمهم بكل البرامج، هي عبارة عن طباعة رسالة للمستخدم، طباعة متغير، او ادخال رسالة للبرنامج، او ادخال متغير ما. اول شيء عندنا طباعة، عملية البرنت، تعليمة البرنت. البرنت فيني استخدمها لطباعة متغير اللي هو مثل ما سبق معنا فوق، مثلا A، فبيطلع معي الـ A. فيني استخدمها لعد عدد برنت، او رسالة عفوا، برنت هلو، بيطبع لي هلو. طبعا فيني اطبع اكثر من متغير مع بعض. كيف؟ مثلا برنت اي فاصلة، هاي الفاصلة بحط انا يعني بفصل المتغيرات اللي يطبع مع بعض بالفاصلة. فمثلا بدي اطبع A، وبدي اطبع بعدين منها رسالة، بكتب This is A، فطبع لي هيك. هلا عنا تعليمة الانبوت، اذا بدي اتلقى انا تعليمة من المستخدم، الاكس يساوي مثلا، اكس يساوي انبوت، مثلا في عندي انا تابع، في عندي متغير، فبدي اخذ قيمته من المستخدم لازم ادخله، فبكتب انا x يساوي input، فاستنى مني انه لازم ادخله انا قيمة ال x وليكن 12. هلا اذا بدي اطبع ال x، في عندي طريقة تانية، في يا اما بكتب print x، او بكتب x على الحل، كمان بيفهم انه print x تساوي 12. طبعا هاي التعليمة انه الاكس بدون ما احط برنت، هي بيفهمها بس بالانتراكتيف مود، يعني ما بصير حطها بسكريبت مود اكتب اكس على الحل ويقوم يطبع لي اياها، فما حيفهمها هيك البرنامج. فهدول القصص بس بالانتراكتيف مود. طبعا بسكريبت مود مثل ما بنعرف بالباقي اللغات البرمجية العادية حيكون الوضع طبيعي، بس انه موضوع البرنت هاد حيكون خاص بالانتراكتيف مود. هلا طبعا في عنا شغله انه هي تعليمه الانبوت بتكون خاصه بالمتغيرات العدديه. اذا بدي متغير من نوع string لازم اكتب التعليمه التاليه row underscore input. طبعا ححط انا متغير وليكن s يساوي row dot input. هون عم يستنى مني متغير من نوع string. هلا بقول له اطبع لي اس طبعه. طبعا ما بصير يكون رو اندرسكور انبوت وحط له قيمه متغير عددي، يعني مثلا a يساوي رو اندرسكور انبوت، حط له رقم، طبعا حيقبلها هو، بس حياخذ النتيجه كسترينج. بنشوف طبق A، فاخذها النتيجة كسترينج، فما اخذ ال A، ما اخذ الواحد كرقم، طالع النتيجة كسترينج، لانه فهم هو الرو اندرسكور انبوت انه هون بده يتلقى سترينج وما حيتلقى اي شيء ثاني غير سترينج. في عنا شغلة صغيرة لازم نقولها، هي انه اذا بدي اترك للمستخدم رسالة تطلع لما ينتظر الادخال، يعني مثلا انا بدي اياه يدخل. هلا هذا الشيء حنستخدمه نحن بالسكريبت مود، انه شو بعرف المستخدم انه عم يستنى، المستخدم لازم يدخل قيمة A، فمثلا بقول له او x، مثلا x يساوي input
بترك له رسالة enter x value، فطلع لي هون انه enter x value، طلع لي رسالة انه ادخل قيمة x، حط له 12 مثلا اخذها. هاي القصة حنستخدمها بالسكريبت مود لانه المستخدم هون ما حيعرف شو بده يدخل، هو البرنامج عم ينتظر، فشو عم ينتظر؟ فالاحسن انه نحط له رسالة انه شو الشيء اللي لازم يدخله. هذا كل شيء لدرس اليوم، اتمنى يكون استفدتوا ان شاء الله، وبشوفكم بالدرس القادم. السلام عليكم.